أول المراكز المنطلقة وأول الأسماء، هنالك انطلاقة شعار هجن الرئاسة على المقدمة وشعار على ما يبدو لي شعار البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، انطلق على المركز الأول مع شواهين، وكذلك أيضا شواهين أخرى بالمركز الثاني، كذلك هي الأخرى بشعار هجن الرئاسة والبروفيسور من يتابعها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، النقلة والانتقال على المركز الثاني هنا بشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من اندفع على المركز الثاني أو الثالث عفوا هنا مع الشاهينية، وعلي بن راشد بن حمد بن غدير من يتابعها. المركز الرابع، انطلاقة هملولة على مستوى رابع المراكز هنا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والزعيم من ينطلق معها ويتابعها محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الخامس وخامس التحديات، وصل المستحيل في هذه اللحظات ليبعث بالشاهينية على مستوى خامس المراكز هنا بشعار هجن الرئاسة. المركز السادس، سادس الأسماء، انطلاقة الشاهينية هي الأخرى بشعار هجن الرئاسة، والمستحيل من تابعها ويضمرها راشد بن محمد بالسم المنصوري، كذلك هو الحال على مستوى ثامن المراكز. أما تاسعها فهنالك مشكورة تنطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة، وهنالك عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز العاشر أيضا، هنالك على ما يبدو لي هنالك أيضا شعار هجن الرئاسة، ولكن أعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة والمركز الأول، صدارة الأسماء هناك، انطلاقة مميزة وكبيرة على أول المراكز. في هذه اللحظات تسللت وانطلقت الشاهينية هنا بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ليندفع على الصدارة، هنا مع شعار هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير من يتابعها. المركز الثاني، ثاني المراكز، شواهين، هنا تسللت شواهين وعادت إلى الصدارة بشعار هجن الرئاسة، والبروفيسور من ينطلق هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني في هذه اللحظات، انطلاقة هملولة، هملولة هملولة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم يبحث عن الزعامة في هذا الشوط، ومحفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث، النقلة والانتقال على مستوى ثالث المراكز، حيث تتواجد في هذا الموقع شواهين يا شواهين وشعار هجن الرئاسة هنا باندفاعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أيضا اللي بدأت تتحرك، اللي بدأت تنطلق في هذه الأثناء مشكورة، مشكورة انطلق البارع مع مشكورة بشعار هجن الرئاسة، هذه المؤسسة الكبيرة والعملاقة. هنا عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، خامس المراكز، هنالك الشاهينية والمستحيل ينطلق مع الشاهينية. يا سلام يا سلام، هنا شعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري، هنا في هذه اللحظات النقلة على المركز السادس مع الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، اندفع في هذه اللحظات هنا، وانطلاقة علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي هنا من تتواجد في هذه الأثناء. يا سلام يا سلام، الأسماء بدأت تتحرك، والجذاع المحليات الإبكار بدأ أن يجتمع في موقع واحد وفي مركز واحد. يا سلام
سلام يا سلام. إذا هنالك أعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة، شواهين على المقدمة هنا بشعار هجن الرئاسة، هنالك أيضا هنالك على الصدارة مع البروفيسور، انطلق على المقدمة، اندفع مع الشاهينية أو شواهين، نعم هنالك أيضا هنالك التسلل من شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع هملولة ومحفوظ بن خميس الجنيبي، أيضا مشكورة تحرك مشكورة في هذه اللحظات هنا لتنطلق بشعار هجن الرئاسة وشعار من يتابعها البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن التحركات هنا مع لافتة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الكبير، الأسماء الأسماء بدأت تتحرك، وهملولة هملولة هملولة على المقدمة، هملولة على الصدارة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان هنا مع الزعيم، ولكن المستحيل بدأ يتحرك، المستحيل لينطلق في هذه الأثناء ويصل مع الشاهينية، ولكن هملولة وهنا بدأت تتحرك شواهين بشعار هجن الرئاسة، والبروفيسور انطلق مع شواهين، ولكن المستحيل، الله 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 يا شواهين 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 شواهين، انطلقت بشعار هجن الرئاسة هجن الرئاسة هجن الرئاسة مع البروفيسور، وهنالك الزعيم ينطلق مع هملولة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، ولكن شواهين شواهين وهملولة هملولة وشواهين، اللحظات الحرجة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، يا سلام، ولكن هملولة 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 أو شواهين. إذن شواهين تهانينا والناموس، من انتزعت المركز الأول وبكل قوة في اللحظات الأخيرة من مجريات هذا الشوط الناري. هنا شواهين أيضا بشعار هجن الرئاسة، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني وصلت به هملولة، وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المركز الثالث مع الشاهينية، وشعار هجن الرئاسة، واشع هنالك راشد بن محمد بن سالم المنصوري، التوقيت الزمني 9:24 وفان وتماما هنا لحظة وصول شواهين، والمركز الثاني وصلت به هملولة أيضا، قدمت أداء ومستوى كبير 9:24 جزءا واحدا من الثانية، هنا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والمركز الثالث وصلت به الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، والمستحيل من تابعها وضمرها هناك ولحظات، نتعرف على توقيتها 9:25 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا تهانينا والناموس. شكرا للزميل عايش الشمري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع هذه